حتى بتين بركاتك يا حمدو. الحرب قامت ولا ايه؟ حاجة يا حاجة اصحي 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 يا حاجة اصحي. شرابية في ايه؟ الحق يا حاجة في نصيبة. مصيبة ايه؟ وانا نايمة سمعت صوت، طلعت بره اشوف ايه، ما لقيتش حاجة. انت يا ولية خبلتي، اسمعيني للاخر يا حاجة. في نصيبة مصيبة. مصيبة ايه؟ خلصيني. جيت اخش اوضتي سمعت رجل بره، قمت بالسحابة اشوف في ايه، لقيت يا لهوي يا لهوي يا ولية انطقي ما تجننينيش. المعلم ابو سنة واقف قدام الاوض بيتلفت يمين وشمال، وقام داخل على الاوضه. وفيها ايه؟ راجل وداخل اوضته بالليل. ما هو ما دخلش اوضته. ما اوضه مين؟ خش اوضه افندينا. افندينا فين؟ انت في اوضتي في سريري، ولو ركزت معايا شويه ممكن تبقى في حضني. يخرب بيتك يا بنت، هتودينا في داهيه. يا راجل وطي صوتك شويه، حد هيسمعنا. يخرب بيتك يا بنت، هتودينا في داهيه. ايه يا اخويا، هو انا اللي كنت خدتك من ايدك ودخلتك اوضتي؟ انت ضيفي النهارده وانا كريمه قوي مع ضيوفي، واحب اظبطهم. يا بنت تهدي، بدل ما اسكعك قلم انزلك طقم سنانك. يا رب. طب جرب تعملها كده يا بنت. اهمدي اهمدي بقى، اهمدي يا ولية شويه. ما انا همدانه، هو انت شايفني بقطع في شعري ولا بحطه في السجاده؟ لازم افهم انا ايه اللي جابني هنا. هندومه. هندومك ده ايه؟ لا هندومك انت. ده عند امك. عند امي عند ابويا. يا ود انت قمر من قريب. الله 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 الله. ما تيجي تبص على نفسك في المرايه. ابص على نفسي في المرايه ليه؟ وانا جاي اتعرف على نفسي هنا؟ ما تجيب بوسه. بوستي بوستي يا بنت، هتودينا في داهيه. اوعي يا راجل. استنى، هو انت فاكر دخول الحمام زي خروجه؟ حمام ايه؟ وانا شرفتني ده الحمام. اوعي يا بنت. طب استنى والنبي شويه. اوعي يا بنت. يا لهوي، ايه صوت العبد ده؟ ياك تكون وقعت على رقبتها واتكسرت. امين يا رب تتكسر رقبتها يا رب. حاجه اروح اشوف ايه اللي بيحصل. انت اتجننتي ولا ايه؟ انت عايزاها تشوف جوزها مع كرامه تعمل لنا فضيحه؟ ده عايزه جنازه وتشبح فيها لط. تعالي خبطي هنا لما نشوف البلوه التانية. بس انا خايفه يا حاجه اخبط سخميس يجي يعملها لي مصيبه. خبطي وخلصيني بس بشويش. حاضر يا حاجه حاضر. ده خبط يا وليه؟ انت بتوشوشي الباب يا حاجه. ما انت اللي بتقولي لي خبطي بشويش. بس مش للدرجه دي، اذا كنت انا مش سامعاكي. خبطي عدل بس بالراحه. حاضر حاضر. صوتك مش عايزة فضايح. انت تتخرسي خالص. انا ايه اللي جابني هنا؟ انا فين؟ ما انتش خارج من الاوضة، ولو خرجت هصوت ولم الناس عليك واقول انك تهجمت عليا. انت جبت المفتاح؟ مش جايبة المفتاح. هات المفتاح. وطي صوتك، عيب هيسمعونا بره. وانا زعقت دلوقتي.
عايز تطلع من الاوضه؟ مد ايدك وخد المفتاح. ايه يا بنت الشغل القديم ده؟ انت مد المفتاح بدل ما اكسر الباب. اموت في العنف. بقول لك ايه؟ لو كسرت الباب هم هيسمعونا بره، ولو سمعونا هضطر احكي لهم على اللي حصل. هو حصل ايه؟ داخل تتسحب عليا اوضتي وانا لوحدي، واخده راحتي، ولابسه عريان، والاوضه فاضيه علينا، والسرير مغري. الله 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 الله. والفرشه دافيه. ايه ده؟ والشيطان ما بيصدق. كل ده وما حصلش حاجه. انت بنت المفتاح اسمعي الكلام، انت جننت رسمي. انت لسه مش عارف انت فين؟ ده انا كنت نايم في اوضتي. ايه اللي جابني هنا يا معلم؟ انت جاي من بره على هنا وانا شايفاك بعناية. انا كبرت وخرفت مش عارف يمينك من شمالك. انت بتقول ايه يا حاجة؟ احمد ربنا ان خميس لسه ما جاش، والا كان قومها حريقه. خميس دي صوتك بدل ما حد يسمعنا. وانا زعقت دلوقتي؟ انا زعقت بس نفسك تزعق علشان يسمعونا بره وتفضحني. طيب هات المفتاح ومش هفضحك. لا اقعد معايا شويه يا بنت. اقعد اعمل ايه؟ اقعد اعمل ايه؟ فكر. طيب هفكر وباجي لك. افتحي بقى الباب. لا اقعد شويه معايا. مش هتفتحي الباب؟ لا. افتح بنت الباب، افتح الباب. اموت في العنف. اقول لك كم معايا؟ خميس ما وصلش. ما وصلش ازاي؟ اذا كان هو اللي موصلني. اوعي بقى. طب استنى خليك ابدا. لا انت اوعي بقى سيبيني بقى. خميس؟ في جلابيتي؟ فاكرني ايه؟ عبدي من عبيد ولا صبي من صبيانه؟ انا المعلم هنا وكل حضر في الحته دي يشهد بكده. هو في حد يستجري ده وشريط بشام في البلد دي اللي بيزني مني انا؟ انتوا اوعى ايدك. انا يركب عليا عيل سيس زي شفاعه وديني انا اكون خاربها وعلى الكل، وديني اكون جايب عليها وطيها. بقول لك يا معلم براء، انت شكلك تعبان قوي، تعال نروح دلوقتي. اوعى ايدك. انا مش عايز اروح، انا مش عايز اروح البيت ده تاني. انا مخنوق، انا تعبان، تعبان قوي. هات ازازه تاني يا رزق. كفايه شرب يا معلم براء، انت شربت كتير قوي جوه. تحسبني يا ايه؟ ادرى معلم براء، بس عشان خاطر تعالى نروح دلوقتي. خلاص كلكم بقيتوا معلمين، ولا الصوت بتاعك هنا ولا ايه؟ يا معلم معاش ولا كان اللي يقول عليك كده؟ معاش ولا خلاص وقدام الناس كلها. بس معلش وديني وايماني ما انا معديها له المره دي. وديني وايماني لا اوريك يا روح، هوريك يا نوح من المعلم. انا ولدت يا نوح، انا ولدت يا نوح. سيبني انا، سيبني 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 سيبني. هذا الواد اللي حلتي وطلعتي بيه من الدنيا، واخد عكس ماشي فيها بظهره. عيل غبي ماشي عمال يلطش في عتمه ملهاش اخر وهيضيعنا معاه. بس انت زودتها معاه قوي يا سيد الناس. عاوزه ينشف ويبقى راجل. احنا في ايام ما بترحمش، الدنيا سهلة اسنانها على الآخر، بتاكل اللي عضمه طري وتحلي بلحمه
وابن النوح ما ينفعش يبقى من دول. ده كبير السوق من بعدي. ده كبير السوق من بعدي. ولازم الكل يبقى تحت درسه. طب وخدمتك الغلبانة دي يعني مش ناوي تديها حتة؟ يا بنت ما انتيك الكل، ما تسيت معيش بقى. حتة من السوق أكل منها عيش. تساعدنيش على رزقك. التقيل جاي ورا. كلام، ما باخدش منك غير كلام. الكلمة عهد، والعهد يمشي على كل الرقاب. والنبي أنا اللي نفسي رقبتي تتلف بأساور، أشم ريحة الدنيا بجد، مش أقضيها خدمة ومرمطة وقلة قيمة. يا بنت هو في قيمة أكتر من قعدتك دي معايا؟ اتساير ونقول اللي طابي على الصدر. والنبي نفسي أدخل جوه دماغك دي، أعرف إيه اللي بيدور فيها. تتوهي تتوه، كان غيرك أشطر. يوه يا بنت أنا دماغي دي كلها سكك مشاوير، ما فيهاش ميادين ولا علامات، حتى رصيفها لسه ما قالش اوانه. مش يمكن لما ادخل فيها اوصل؟ حاولي على الاقل تبقي خدت شرف المحاوله. ماشي هنشوف. نشوف ما نشوفش ليه؟ يا بنت الحوار الجامد اللي دخلتينا فيه ده، قومي يا بنت عاوزين نشوف حاجه حلوه. سلام من عيني.
بنت يا سارية، بنت يا سارية، اي بنت يا بنت. ده نفس ثانوية عامة، ده لو بابا وماما عرفوا ممكن يموتوا فيها. أبوس إيد. انا هطلع البلا على جدتك وجدتك اللي خلفوكي النهارده. في بس يا ست مطر، هنا كنت عملت ايه يعني؟ الله، بيت كنت بتعملي ايه جوه بيت؟ ابدا، كنت بساعد المعلم في الشيشه، ما انت عارفه انه صحته على قد، فكنت بشد معاه. اسمعي يا روح امك، انا ما احبش المسخره دي عندي في البيت هنا. مسخره دي بس كفاله الشر، دي شيشه. شيشه؟ امال بشويشه عينيا؟ انا واحده نيه، دي تبقى ايه يا روح امك؟ والنبي معنا دي امينه بيت. الله، لازم الفرفشه للمعلم. عارفه لو شفتك بتعملي اللي عملتيه ده بعد كده هعمل فيكي ايه؟ اقلع الشبشب وانسله على دماغك. وانا مالي؟ الله، روحوا قولوا الكلام ده للمعلم، قولوا انتوا عايزينه انا اعمله. والله اهو سيبها راجع اهو. طب امشي نوري لحد يشوفك يحس بحاجه. والنبي نقول للمعلم، انا مش هسكت بقى. مهندس عبد العزيز ريان والد شادي اللي خدوه هو مع اصحابه. لما انت راجل محترم كده ومتعلم وفاهم، سايب ابنك ليه البلاوي دي؟ بلاوي؟ انا مش فاهم حاجه يا باشمهندس. احنا ما جبناش ابنك من وسط اصحابه ومع اصحابه، ابنك اتمسك متلبس في وسط عيال شمامين وضريبه. ايه؟ لطفك يا رب. شادي ابني ده عمره ما دخن سيجاره. شادي رسالوه يا عم، كمان متفوق. ابنك هيتعرض على النيابه كمان ساعه، عشان كده قعدت اجيبه. اساله بنفسك يمكن يرد عليك. ادخل. شايف حبيبي حبيبي يا ابني. شايف، قول قول لي كل حاجه بصراحه بوضوح يا ابني. حبيبي رد رد عليا يا حبيبي، اتكلم. شفت؟ اديك سالته ما ردش عليك. بص ايدك، اكيد حد ضحك عليه. عمره ما يعمل حاجه زي دي. انا تعبت قوي في تربيته، عمره ما هيعمل حاجه زي دي. يا باشمهندس ما تضيعش وقتك، ابنك هيتعرض على النيابه، يعني الحق اقوم له محامي زي ما قلت لك. بس حدك بتقول متلبس، يعني راح في داهيه، يعني مستقبله راح، يعني شقى العمر كله بقى في الارض. سعادتك احنا مش كده خالص، احنا ما نعرفش الحاجات دي. اعملوا عليها تحريات، مش انتوا برضو بتعملوا تحريات؟ اسالوا عننا، هتلاقونا حياه كويسه قوي ملهاش علاقه بالحاجات دي. ابوس ايدك، امي ممكن تموت وتروح فيها، احنا كلنا ممكن نضيع. البيت هيتهد. علي بابا بابا، بص يا باشمهندس، اللي انا هعمله ده ضد القانون، لكن احيانا كتيره جدا
القانون بيكون له قلب حس ومفرد. انا هخرج ابنك من الليله دي خالص، بس ليا شرط واحد. امر امر سعادتك وانا نفس. تاخده من هنا على المستشفى. تعالكوا تقعد معاه، اتكلم مع ابنك، خد ودي معاه في الكلام، وفهمه انه بعد كده ما يعملش حاجه تجيبه هنا تاني. تشكل تشكل سعادتك. انت هتعمل ايه؟ اتفضل اتفضل. يا ريت بدل ما تستهلك نفسك في بوس الايادي في لحظه زي دي، خد بالك من ابنك. اتفضل بطاقة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة يا باشمهندس. بس يا ولية يخرب بيتك هتفضحيني. والنبي والنبي واللي نبى النبي ما حاسبك لما اخد الحلاوة الكبيرة. ليه يا ولية؟ ان شاء الله. بقول لك حج وساب لي الاوضه وعمل زي ما تكون عقربه ولدعته. امال لو كان بات كنت عملتي فيا ايه؟ ده شغل يا ست، شغل. وانت ست عارفين شغل ايه ده بقى؟ ان شاء الله بيتقل بيرمي رمش ويسحب رجل. عليكي بقى انت تستغلي الفرصه وتوربي الباب. يا حنتومة، ده انا مفندقه الباب على الاخر، عايزاه بس هو اللي يدخل كده ويخطي. مش قلت لك انه هيجيلك وجالك؟ صح صح. أنا كلمتي ما تخيبش أبداً، حيجي وحيليه. عارفة يا حنتومة، طول الليل بفكر فيكي، بدعيلك. طلعتي قروبة. إيدك بقى على الحلاوة، إيدك على الحلاوة. طيب يلا حنتوش منتوش تربوش منفوش. الله حي. والله ما خسارة فيكي يا حنتومة. أسري أسري خلاص. حدوش منتوش تربوش منفوش. هات الجوز وسيبك من العجوز وهات الصغير المحير. الله صباح الفل يا ست مطر، وشك ولا وش القمر. تلمي يا بيت. والنبي انا فرحانه لك قوي يا ست مطر. فرحانه لي على ايه يا اختي؟ على البال الرايق والميه رجعت لمجاريها. مفيش حاجه يا اختي رجعت لمجاريها، وكله من نبرك. يوه، يعني الحمايه طلعت بلوشي؟ بلوشي. يا لهوي، هو سبراءة لسه برضو يعني؟ مش عارفة يا سوريا، كل ما يقرب مني جتتي تتلبش وحس ان انا كده راكبني جميت عفريت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ده نفس. انا عارفة بقى، والنبي ما تقولي الكلام ده قصادي احسن بخاف. اسمعي مني بس يا ست مطر، الحكاية دي فيها إنة. إنة ايه بقى؟ اكيد حد عامل لكم عامل. تفتكري يا بنت حد يكون رابطه ولا عامل لي حاجه؟ ما هو حاجه من الاثنين، يا حد عامل له عمل مربوط بيه، يا عامل لك عمل ما تطيقيهوش، وفي كلا الحالتين لازم يتفكوا. طب ونعمل ايه يا بنت؟ انا اعرف واحده بتفك الرابط. لا يا اختي، انا بخاف من الحاجات دي. اسمعي مني بس يا ست مطر، احنا هنجرب مش هنخسر حاجه. دوري الموضوع في دماغك، ولو تمام قولي لي وانا ادور لك عليها واجيبها لك من تحت قطيع الارض. امشي يا بنت غوري من وشي، امشي. همشي. مالتي يا بيضون، انت مش ملاحظه انك معطلني بما فيه الكفايه؟ وانت عارف ان الكوافير مستنيني جوه، وعمال تلف وتدور بكلام ملوش لازمه. بالراحه شويه عليا يا نجمه، سلولي. انت عارفه ان مصلحتك تهمني، وانا جاي النهارده مخصوص عشان اوعيك. توعيني من ايه يا اخويا؟ الشغلانه دي انا سبتها خلاص، والمحل مش هرجع له تاني، وحتى البدل رميتها. جاي دلوقتي تبيع لي ان انا ارجع وتقول الجوازه خانقه وقرف؟ انت مال اهلك؟ مين قال الجواز خانة وقرف؟ أنا قلت؟ هو قال؟ أنت قلتي؟ يا رمانة، الجواز رضا وقبول، وأنت عندك القبول وأنا ما عنديش الرضا، يبقى الجوازة دي مش هتتم. اطلع بره يا ملط. بتطرديني؟ أي جو؟ أيوة جو، وناوي دلوقتي حالا قبل ما ألم عليك الخلق وأخلي اللي ما يشتري يتفرج عليك، وأنت عارفني كويس بيني وبين الجنان هسة، ما تدوش عليها أنت. مفيش عراية بين الجنان والعبط، حاولي ما تقطعيهاش. انت عايز توصل ليه بالظبط؟ مش عايزك تخسري كل حاجه عشان شويه احلام عبيطه. انا جاي النهارده مخصوص عشان مصلحتك. مصلحتي ان اتجوز اللي انا بحبه. الخميس مش هيتجوزك. اطلع بره بره. ماشي ماشي يا نجمه، بكره نقعد على الحيطه ونسمع الزنبليطه. قول يا ابن الكلب. دج اشيك. دج يعني بوبي، يعني رمز الوفاء والامل، يعني الملط بيضون. سلام يا نجمه.
هو كل شويه برص الحيطه ده يجي يحرق دمنا ويسم بدنك يا ابله؟ الحق يا بيزا، ده بيقول لي الجوازه مش هتتم. قطع لسان، وده من قهرته يا ابله. انتي ناسيه كان بيحط في كرشه قد ايه من وراكي؟ ده ديته شبشب يلزق على الحيطه ما ينزلش تاني. والواقف بتفتح الباب بالسيجاره. انا قلت امي هتعلقنا وهتخلينا نمسح البلاط زي الحريم. اصل بصراحه شكلنا كان زباله قوي. شكلك انت يا اخويا الزباله. انا مالي، انا ماليش فيه. انت شربت ايه؟ كرتونتين بيره على ازازتين ويسكي على قرشين حشيش؟ ادي عيب الدماغ الخفيفه. ده على اساس ان انت كنت فايق قوي وما اتدلقتش زي حالاتي. يا راجل، ده انت اللي موصلني لحد باب اوضتك بايديك. اعمل ايه؟ ما انت سبتني تايه في الطرقه مش عارف اروح فين لحد ما دخلت اوضتك. لا، ومراتك، مراتك دي ايه؟ يا ساتر، ده كانت هتاكلني يا راجل. امال لو كانت بتتكلم كانت عملت فيها ايه؟ ربك بيسترها مع الغلابه اللي زينا. اهو ما سترهاش المره دي. صباح الفل يا حاجه. صباح الفل يا حاجه. مش زي ما انتوش مكسوفين من نفسكم وكمان بتضحكوا؟ دي عامله تعملوها؟ معلش يا حاجه، يعني ما فيهاش حاجه من الواحد دماغه تلف شويه. يعني هو الظاهر ان احنا كده تقلنا في السهر حبه. اذا كان خالك كبر ودماغه بتلف من كاس ولا من حجرين. والله حتما انت لازم عينك تبقى في وسط راسك. ده احنا املنا في ربنا وفيك، ما احناش حمل ضربه تانية. معلش يا حاجه ما تكبريش الموضوع كده. ايه المشكله يعني؟ الخال وسكر وهيس ودماغه راحت منه. ده الخال اللي هيس على ده، انت بظبط نفسك يعني؟ ده انت كنت صعبان عليا والله. اسمعوني كويس وبلاش رغي. حفله العمروتي حتما لازم تستغلوها، ولازم توصلوا معاه لاتفاق على شغل جديد، فاهمين؟ واحنا معانا قرشين كويسين. طمني، العمروتي حبيبني وحاططني في دماغه وشاريني على الاخر. النوح مش هيسكت، هيفضل يحرجم كده لغايه ما يضرب مفك في محبته ليك. اوعى تديله الفرصه دي. النوح جه لغايه عندك هنا يا حاجه، جه وقدم فروض الولاء والطاعه، معنى كده ان هو مسلم. النوح ده تعبان، يفضل لابد في الجحر لغايه ما يبخ سمه ويلدغ لدغته. اوعى تديله الامان يا ابو سن. كل سم وليه ترياقه يا حاجه، ويتوب علينا ربنا. عايز تجوزنا يا حاجه؟ ما دام انت ومراتك مش طايقين بعض تتجوز. ما انت عارف القصه دي من بدري. اشمعنى جاي تكلمني فيها دلوقتي؟ ايه، خفت على خدامتك مني ولا ايه يا حاج؟ ولا كلمة تانية. حنسى انك ابني، كفاية سبتك امبارح عشان ما كنتش في وعيك. انت من امتى يا حاج افتكرت ان انا ابنك؟ ها، من امتى؟ انت طول عمرك ما بتشوفش فيا غير نفسك وبس. اخويا يموت تجوزني مراته عشان اسمك وسمعتك، تخاف على خدمتك مني عايز تجوزني تاني. ومش مهم بقى اطلق مراتي ولا ارميها في صفحة زبالة، المهم مزاجك انت وبس. حتى دم اخويا نسيته حاج قدام مصلحتك، وراح تحط ايدك في ايد اللي قتله، مش كده يا معلمه؟ صح؟ لا مش صح يا حمار، مش صح. انما الصح بقى اللي عاوز اكبرك واخليك تسيب السوق ده كله. ولو صبرت عليا شويه ياض كنت هتعرف انا عاوز اجوزك مين، وساعتها كنت هتعرف وتتأكد إن كل اللي في دماغك الوسخة دي زبالة ملهاش أي أساس. لو عاوز تكبر بصحيح لازم تشب بعزم ما عندك وتشوف أبعد من الكل، مش تكعبل على أول سلمة وتضبط زي لعمة في وسط الزحمة. الجوازة اللي بقولك عليها دي هي أول السكة. أنت في دماغك تجوزني مين؟ روح حضر حالك والبس كل اللي على الحبل عندك عشان رايحين حفلة مهمة. حفلة ايه دي؟ هناك هتعرف كل اللي انا بفكر فيه. كل دول ماشي. ثانية واحدة. على فين يا جوز؟ ثانية واحدة يا قاهرة. ايه يا مطلي؟ كل ده يا مطلي؟ افرض يعني كانوا نزلوا وانت مش موجود، عارف افندينا كان ممكن يعمل فينا ايه؟ مش عبال ما طلعت العربيه وغزلتها وفولتها. ماشي يا مطلي ماشي. يلا روح قول لهم ان احنا جاهزين يا اخويا. انا هقول لهم دلوقتي، وخلي بالك من العربيه اوعى تحكها. هي بشكلك
ما تخلص بقى يا كرامة، هي أصلا متلمعة. لازم تحطي بصمتك يعني. ماشي. هيبقى شكلك إيه لما سيبك تقول لقلبك إيه عن حبيبك؟ هيبقى شكلك إيه لما سيبك؟ أنا زي ما أنت شايفة كده عندي شغل. ادعي لي بقى. تيجي معايا ازاي؟ انا رايح شغل، ينفع؟ ينفع؟ ما هي قاعدة في البيت زهق، طب نعمل ايه؟ انا بكره بكره هخرجك، اوديك الفيشاوي عند الراجل ابو عود وفرجك على الاجانب اللي انت بتحبيهم، ماشي؟ لا راح في ايه؟ بكره بكره، النهارده الاجانب اجازه. يا عزب انا مش عارفني، انا توت مني، انا مش قادر. لا محمد رسول الله عارفها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نتبارك يا حجة. اقعد يا حبيبي لما ارقيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. صدق الله العظيم. تسلمي لي يا حجة. جاهز يا خال. يلا ابو سن. نتبارك يا حجة. مش هوصيك، الليلة تفرق معانا كتير وممكن ممكن تبقى بداية خميس. متقلقيش، اطمني يا حجة، كل اللي اتفقنا عليه هيحصل. اتفقتوا على ايه؟ وانتوا عاملين مؤامرة؟ مفيش يا ابو جمعة، وراك اهو، ادعي لنا يا حجة. مع السلامة. يجعل لكم في كل خطوة سلامة. ادعي لنا يا حجة. يجعل لك في كل خطوة سلامة يا خميس يا ابن بطني. يا رب استرها معانا، يا رب استرها معانا. اتفضل يا فندينا. هنروح مشوار الاول يا خاله من الحفله. مشوار ايه اللي هنروح يا خميس؟ اقول لك بالاذن. ثواني. عم زغلول. مين؟ عم زغلول. اهلا 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 اهلا. ازيك يا فندينا؟ الحمد لله تمام. اخبارك انت ايه؟ الحمد لله. فتنا اخبارها ايه؟ نحمده ونشكر فضله. احنا كنا فين يا ابني؟ كنا فين؟ ربك لطف بينا على الاخر. الحمد لله ما انت كريم يا رب. طب هي مش محتاجه حاجه؟ مستوره الحمد لله يا ابني. ما يلا خميس تاخرنا. يلا يا خال اهو جاي اهو. طب يلا يا ابني شوف مصاحبك. ماشي. السلام عليكم. اتفضل عم زغلول. الله يكرمك. السلام عليكم. اتفضل راجل بركه. راجل بركه. يا لهوي على نظراتك. عسل يا مطني. يا خميس قول لي مشوار ايه اللي هنروحه قبل الحفله؟ اوريك يا خال. اركب بس. اركب. خد بالك من نفسك يا معلم. خد بالك من حروفك. سلام يا معلمي. ما قلتليش بقى مشوار ايه اللي هنروح؟ وابتدى ابتدى ابتدى المشوار. يا خوفي يا خوفي من اخر المشوار افدينا. يلا رمانة. أول مرة الحلو يكمل. بجد يا خميس؟ يعني عاجبك؟ عاجباني. القالب غالب يا رمانة ميزان الجمال والحلاوة. بموت في كلامك الحلو يا خمستي. أنا اللي بموت في كل حاجة. بحبك يا خميس. وأنا بحبك يا رمانة. بقول لك إيه؟ إيه؟ ما تيجي نخلع من الحفلة و نقضيها.
خال، خال والد. مش بتقول لي خالك مستنيك؟ يلا بقى بطل دلع. طب انا بعت لي اجيب المعزول. طب نخلص من مشوار الحفله الاول. ماشي. اتفضلي يا ملكه. يتوب علينا ربنا. يلا بينا. انت ماشي كده ليه يا خميس؟ دنيا وماشية بالمعكوس. اه يا دنيا. الله. اه يا دنيا. يا رمان يا ملك بردانة؟ لا شوية يعني مش عارف عادي كده عادي ايه؟ من ساعة ما دخلنا انت مش على بعض خالص هيكون في حاجة مضايقاك؟ لا طبعا مفيش حاجة اصل انا يمكن مش عارف اخد على الجو جو ايه؟ مفيش جو هو يغرك البدل والفساتين كل ده شمال هو يكون الشيطان ضحك عليكي وتهيألك ان انا نسيت لا أنا فوتها بمزاجي قصادهم وقلت لنا ركن نتحاسب فيه ليه بقى إن شاء الله؟ وأنا كان ذنبي إيه؟ هو أنا اللي كنت خدته من إيده وقلت له يروح يشرب الهباب اللي خلاه مش عارف يمينه من شماله؟ ولا أنا اللي كنت سحبته من رقبته ودخلته عليا الأوضة وأنا واخدة راحتي على الآخر؟ يا حاجة خليكي منصفة إنصافي ليكي إن أنا سايباكي على ذمة أخويا لغاية دلوقتي ومخليالك نفس في الدنيا وعازة في البيت امشي عدل وما تخربيش على روحك خضتيني ايه على طول ضدي ليا ذنب ماليش ضدي بقولك ايه ما تروحي تكلميه احسن مياستك ومرقعتك عليه في الأوضة وصلتني ولا تكونيش يا بنت فاكرة ان انا نايمة على وداني مياستي ومرقعتي استغفر الله العظيم يا رب عينيكي فتحاك يا روح امك بقولك ايه لم نفسك لا تبص تلاقي روحك مرميه في الشارع زي قطط البلدي عارفه القطط البلدي نياو Yeah.
الناس. أنا في كلمتين واقفين في زوري مش قادر أبلعهم. اشرب لك شوية مية وابلعهم يا خال. أنا ما بهزرش. ولا أنا. قصدك إيه؟ رمانة مش كده؟ سايب النوع وابنه بيقسمه على تقيل وأنت داخل صاحبالي في إيدك، كان لازمته إيه تجيب حفلة زي دي؟ عشان أنا عايز كده يا خال. هات يا جمال يا رب. بسم الله ما شاء الله، فريدة بتحلو كل يوم عن التاني. انت كنت مخبيها عننا ليه يا باشا؟ ولا مخبيها ولا حاجة، كانت مسافرة بره بتدرس كيمياء عشان تنفع ابوها. وبراءة كمان، الواد اللي فاضل لي بعد موت اخوه غريب الله يرحمه، هو اللي ماسك كل شغلي وكل اللي حيلتي هيبقى ملكه بعد ما اموت. ربنا يديك طولة العمر يا معلم. الله يكبر بخاطرك يا باشا. اشرب يا معلم. اتفضل يا باشا. صحتك يا معلم. أمير أمير، شايف الشغل على أصوله؟ خليك أنت أخويا لازم جنبها. يتوب علينا ربنا يا خال. خميس، هو انت يا اخويا تعرف صاحب الفيلا دي كلها منين؟ المصالح بتتصالح. المرض؟